ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن حاجه مهمه جدا، بس احنا كتير مننا بيهملها ومش بيدخلها لا في روتين الاكل بتاعه ولا في روتين العنايه بالبشره بتاعه، وهو البقدونس. كتير اصلا مننا بيتلخبط في شكل ورقه البقدونس، عشان كده انا هحط لكم الصوره بتاعتها عشان تقدروا تعرفوا بالظبط هي شكلها ايه. كتير مننا مش بيستخدم البقدونس ده غير بس في تزيين الاطباق كده والمشويات والحاجات دي، لكن لو عرفنا فوائد البقدونس مش هنتخلى عنه كجزء اساسي من اكلنا وكمان من روتين العنايه ببشرتنا والماسكات اللي ممكن نعملها في وشنا. البقدونس بيحتوي على فيتامينز كتير، اهمها فيتامين سي. وقد ايه فيتامين سي ده كلنا عارفين هو مهم ازاي في انتاج الكولاجين، وانه بيدي النضاره للبشره وكمان بيوحد لون البشره جدا. كمان في فيتامين كي وكلوروفيل، والاثنين دول مع بعض ومع فيتامين سي كمان بيفتحوا جدا الهالات السوداء واي بقع بنيه ممكن تبقى موجوده في الوش. كمان في انتي اوكسيدنتس او مضادات اكسده، ومضادات الاكسده دي هي اللي بتقلل جدا وبتاخر من ظهور التجاعيد بشكل كبير. وكمان في مواد مضاده للبكتيريا، فينفع نستخدمه علشان يقلل من الحبوب لو هي موجوده وكمان يمنع ظهورها. النهارده هنعمل مع بعض مجموعه ماسكات المكون الاساسي فيهم هو البقدونس، وخلينا نبتدي باول ماسك. اول ماسك ده هنعمله علشان يعالج البقع البنيه اللي ممكن تبقى ناتجه من اثار الحبوب او اي بقع بنيه في الوش او في الجسم. اول حاجه هنجيب البقدونس وهنضربه في الخلاط مع الميه، شويه ميه صغيرين قوي لغايه لما يبقى بالمنظر ده، مش عايزاه يبقى خفيف قوي ولا تقيل قوي. وهناخد منه معلقتين صغيرين، وبعدين نحط عليه معلقه صغيره عسل ابيض، نخلطهم مع بعض، وبعدين نحط معلقة صغيرة من عصير الليمون، ونقلبهم كويس. قوامه هيخف كده زي ما انتي شايفة. هنستخدم الماسك ده مرتين في الأسبوع على أي منطقة فيها دارك سبوتس أو بقع بنية عندك. هنغسل المنطقة وبعدين نحط عليها الماسك ده، ونسيبها من 15 لـ20 دقيقة، وبعدين نشطفها بمية فاترة. الماسك التاني اللي هنعمله ده علشان الحبوب لو هي موجودة عندك اوريدي ممكن تستخدميه، او لو انتي اوريدي بشرتك معرضة لانها تطلع حبوب بشكل كبير برضو ممكن تستخدميه كوقاية من ظهور الحبوب. هناخد برضو معلقتين من البقدونس اللي احنا ضاربينه ده، هناخد معلقتين صغيرين من البقدونس، ونحط عليهم معلقتين صغيرين من خل التفاح، لان خل التفاح برضو ليه خواص مضادة للبكتيريا فبتحسن جدا برضو من الحبوب. نقلبهم مع بعض، وعشان البشرة ما تجفش من خل التفاح هنحط 4 معالق صغيرين زبادي، وكمان الزبادي غني بالزنك اللي برضو بيعالج الحبوب. ونقلبهم كويس مع بعض، هنحط الماسك ده على وشنا من 15 لـ20 دقيقة بس طبعا بعد ما نغسل الوش، وهنكرره مرة واحدة في الأسبوع وبعدين نشطفه بمية فترة. الماسك التالت اللي هنعمله مع بعض ده للتجاعيد الخفيفة وللهالات السوداء، وكمان بينظف البشرة بعمق جدا. هنستخدم برضو البقدونس معلقتين صغيرين، وعليهم تقريبا معلقة كبيرة من عصير الليمون، وكمان معلقة كبيرة من عصير البرتقال. البرتقال غني بالستريك أسيد أكتر كمان من الليمون، والستريك أسيد ده يعتبر مقشر كيميائي فهيحسن جدا من مظهر التجاعيد الخفيفة. وآخر حاجة هنحط 3 معالق صغيرة زبادي علشان الليمون والبرتقال ما ينشفوش البشرة. ونقلبهم كويس مع بعض. هنستخدم الماسك ده برضو على وشنا وهو نضيف، والرقبة كمان، ونسيبه برضو من 15 لـ20 دقيقة، ونكرره مرتين في الأسبوع. آخر ماسك هنعمله مع بعض، وده مختص لتنظيف البشرة تنظيف عميق، وكمان بيشيل الجلد الميت ويمتص أي زيوت موجودة في البشرة. المكونات بتاعته هناخد معلقتين من البقدونس،
وعليهم معلقة صغيرة من دقيق الشوفان، ودقيق الشوفان ده هو اللي بيمتص الدهون الزايدة وبيخلص البشرة من الجلد الميت. وهنحط عليهم نقطتين من زيت شجرة الشاي. زيت شجرة الشاي ده بينقي البشرة جدا وبيشيل منها اي حبوب موجودة، حتى الحبوب اللي بتبقى تحت الجلد. هنقلبهم مع بعض، وبعدين نحط عليهم 3 معالق صغيرين من الزبادي. نقلبهم كويس مع بعض. برضو هنحطه على وشنا بعد ما نغسله ونسيبه لمدة 3 ساعة، وبعدين نشطفه بمية فترة ونكرره مرتين في الأسبوع. كده نكون عملنا مع بعض مجموعة ماسكات كلهم المكون الأساسي فيهم البقدونس. يارب أكون قدرت أقنعكم أن أنتوا تستخدموا البقدونس في روتين بشرتكم، كمان تاكلوه لأنه صحي جدا جدا. جربوا الوصفات وقولولي رأيكم في التعليقات. مرسي ليكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.